هذه نشرة الأخبار من الوطنية الأولى، سعيد بمرافقتكم في تقديمها أنا وليد عبد الله، فأهلا بكم. نبدأ النشر بأصداء الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في تونس وآخر الاستعدادات لانطلاق تسجيل الناخبين غدا 23 من شهر جوان الجاري. في هذا الصدد قام العاملون بمختلف مراكز التسجيل التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قاموا بوضع الترتيبات الأخيرة قبل بداية استقبال المواطنين. تجهيز الآلات الطابعة والحواسيب وإعداد مطالب وأدلة التسجيل التي ستوزع على المواطنين هي آخر استعدادات مكاتب التسجيل التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حضرت لي بي سي، معناها توسكي الماتريال اللي باش يخدموا به كله، فهمت؟ وانستاليت عليه لي زابليكاسيون نتاعو، فهمت؟ باش هما يلقاو غدوة الحواسيب حاضرة للتسجيل. إلى جانب الإعداد المادي واللوجستي، تم تنظيم اجتماع أخير بأعوان التسجيل لتسليمهم الأزياء الموحدة الخاصة بهم وتقديم بعض التوصيات. باش يكونوا موحدين، باش يحافظوا على المعدات اللي الموجودة عندهم، باش يسجلوا الناخبين وياخذوا الناس الكل، معناها على معناتها الناس الكل كيف كيف، ما يفرقوا حد على حد مهما كانت انتماءاته. تسجيل الناخبين سينطلق في 23 من شهر جوان الجاري في مراكز قارة وأخرى متنقلة ليتوصل إلى غاية 22 من شهر جويليا المقبل. وضعنا على ذمة المواطنين الكل هالمكاتب الأزياء، ثم مكاتب تتكون من ستة عناصر، ثم مكاتب تتكون من ثلاثة عناصر، ثم مكاتب تتكون من عنصرين، وثم مكاتب متنقلة، وثم جمعيات ومنظمات ومجتمع مدني اللي هو منخرط معنا في المنظومة هذه وماشي يساهم زاد كيف كيف من دوره في ترشيد وتوجيه المواطنين ومساعدتهم معنا على فهم العملية الانتخابية كلها. الاستعدادات الأخيرة لانطلاق تسجيل الناخبين سبقها بعث مركز نداء لإرشاد المواطنين وتوفير المعلومات حول العملية الانتخابية من خلال الاتصال بالرقم 1814، إلى جانب أعداد ومضات لتشجيع الناخبين غير المرسمين على تسجيل أسمائهم ولتذكير الناخبين المسجلين بأهمية الواجب الانتخابي.